الزمالك جاي منين؟ ما احنا مش هنقول لو الزمالك جاي من الموسم اللي كسب فيه الدوري والكاس والنهارده كسب وسليم بالاداء اقول لك عادي. لا، وكان هيبقى الزمالك كسبان النهارده ومتضايق بالطبيعي. انما الزمالك جاي منين؟ تعال نشوف الزمالك جاي منين يا كريم. جاي من المستوى اللي قابل بيه ابو سليم في برج العرب من فتره صغيره. تعال نشوف الفرق بين المحاولات النهارده والمحاولات في القابو سليم. انا مش جايب لك حاجه بقالها كتير. هو الزمالك جاي من الحته دي، عشان كده الاستبشار بده هنا الزمالك كان جاي من هنا، اللي هو 60 دقيقه ما عملش محاوله على الجول. ده القابو سليم في برج العرب. 60 دقيقه الاورنج ده اوف تارجت بره المرمى. 60 دقيقه لغايه الدقيقه 60 اول محاوله كان الزمالك حاول اون تارجت اللي هي كانت الجول في الدقيقه من 60 للدقيقه 75. محاولات قليله جدا، شفنا الجول ومحاوله واحده في الجول. دي المحاولتين للزمالك طول لقاء ابو سليم اللي هي في مصر، اللي في مصر اللي ملعبك. فالزمالك جاي من هنا. صح. عشان بس الناس تبقى عارفه، لو انت بتشيد بجوزيه جوميز او تتحمله في اللي جاي، لو لا قدر الله للزمالك حصل اخفاق في الكونفدراليه او اي شيء، يبقى جمهور الزمالك عارف هو بيتحمل ايه. ماشي. هنا الاخفاق مش لازم الخروج، ممكن الاخفاق ان انت تهن يعني تخسر مباراه وترجع تعوض فيه لقاء بعد كده. تعال بقى اللي بعدها، تعال بقى نشوف النهارده الزمالك جاي منين. خلي بالك هناك كان الخط على اربعه، هنا الخط على خمس محاولات في الشوط الاول، منهم اللي شفنا ده اون تارجت وفي بار في العارضه وفي كور بلوجد، كل ده في الشوط الاول اللي هي الدقيقه 45. بص بقى العدد، في خمسه في اتنين في اتنين، تسع محاولات منهم زي ما قلنا عارضه وعلى المرمى وهدف وحاجات اتحصل لها بلوجد، كل حاجه فيها كل انواع ومنها فرص. الناس اللي شافت بعينيها كمان في فرص طلعت اوف تارجت بس كانت قريبه قوي من الجون. صح. يعني الكورتين بتوع مصطفى شلبي وناصر محسوبين اوف تارجت بس هم واقعيا كانوا في قلب الجون. فالزمالك لا، الزمالك اتحسن كتير، ولكن برضو المحاولات بتاعه الزمالك بتقول ان بعد التغييرات في الشوط الثاني الدنيا وقفت. ودي مبرره، الراجل عايز يتفرج. ما هو مش كل فرقه تقدر تقول ان انا في نص الموسم هدخل لك 10 صفقات. صح. فدي محتاج برضو كان يشوف. فده سبب ان الزمالك جه في النص ساعه الاخيره ويعتبر خطورته على المرمى قلت اللي هو اتعامل بقى مع الجزء الاخير. انا بلعب مباراه تجريبيه، انا بجرب لعيبه بقى، انا خلصت خلاص، انا صعدت وصعدت اول وكل حاجه. نفسه في المؤتمر انا بيعجبني في المؤتمرين رمى على نفسه جزء من المسؤوليه، ودي من الحاجات اللي انا بحبها في المدير الفني اللي هو بيشيل شيلته. يعني الراجل شال النهارده وقال انا اللي عملت التغييرات وكنت محتاج كذا وكذا، ويمكن ده سبب الاداء. حلو. في ماتش الاسماعيلي ما لامش الارض ولام الفريق اللي ما سيطرش. فدي لازم نفهم. طيب. الزمالك جاي من كده. نقطه ثانيه برضو بالدلاله التحسن يا كريم، الصوره اللي بعد كده اللي هو شكل الفريق نفسه، دي مثلا مراوغات في لقاء ابو سليم الاولاني. بص الدريبلز عامله ازاي، ما هو انت مش عارف. اشرح لنا بس الصوره دي. دي المراوغات. مفيش مراوغه في الثلث الاخير. المراوغات هنا في نص الملعب، يعني ممكن يكون لعيب كذا بيلم حاجه زي كده، دي في لقاء ابو سليم الاول. انا برضو باكد لك الزمالك جاي منين. يعني انت بتراوغ في نص ملعبك انت، اللي هو ممكن فرود داخل عليك تضغط فانت يعني مفيش حاجه مؤثره. واحده بس في الثلث الاخير. تعال نشوف النهارده ليه عند الخط هناك خالص. يعني شوف النهارده مثلا يا خبر ده مراوغات الزمالك. فده تحسن، التحسن اللي هو بتاع انتشار اللاعبين. ما هو انت ساعات لما يبقى اللاعب زي مثلا زيزو واحد وسط ثلاثه ما يعرفش يراوغ، فتلاقي مراوغات مش ناجحه وعدد كده. انما اما تبقى الفريق منتشر كويس وبيتحرك كويس هتلاقي ده تمكن من المراوغات. وبص منها في اجزاء مهمه جدا من الملعب اللي هو الثلث قبل الاخير والثلث الاخير. تعال نشوف العدد، حتى هيبان العدد في الصوره اللي بعد كده. النهارده الزمالك عمل 25 محاوله للمراوغه. احنا كنا دايما بنتكلم على مهما كان التنظيم لازم الواحد على واحد هو اللي بيفرق معاك. 25 مراوغه للزمالك في لقاء النهارده تميز فيها ممكن مصطفى شلبي كمان، لان شلبي عمل من خمس كرات عمل اربع مراوغات صحيحه. زيزو حاول كتير لان بيبقى الضغط عليه كتير. معظم اللاعبين ظاهرين بشكل معقول جدا. طيب 25 مراوغه دي ارقام بتقول لك ان الزمالك اتحسن في حاجات كتير، ومعانا ارقام تانية برضو بتاكد الكلام ده وصور. تعال اوريك حاجه من الحاجات المهمه، الصوره اللي بعد كده هتوضح شيء مهم جدا. ده طبعا كان شكل طريقه لعب الزمالك النهارده ال 4 2 3 1 الواضحه. شلبي لو تاخد بالك لجوه شويه في الملعب، ودي هنجي لها بعدين. بس معايا حاجه جميله، الصوره اللي بعدها من المعايير المهمه قوي. في حاجه اللي هو من المواقع اللي احنا شغالين معاها كوره ستيتس بيجيبها يا كريم. دي ده برضو شبكة التمرينات، تحس ان هو النظام الخطة هنا اللعيبة ما فيهاش حاجة مبتورة. يعني في ماتش الاسماعيلي كانت ناحية نضاي واقفة، هنا الناحيتين شغالين.
18 سيد عبد الله بيشتغل مع زيزو 25، عمر جابر بيشتغل مع مصطفى شلبي، مصطفى شلبي لجوه الملعب اللي هو انتشار مثالي بالظبط، مش مبتوره مش مبعثره، ودي 5 تمريرات فيما فوق صح. عدد التمريرات وريني برده كلها الدلائل على التحسن، وريني بقى اللي بعديها برده اللي حاجة. دي يا كريم حاجه اللي هي الهجمات الخطيره في اللقاء. طبعا يعني التفاصيل مش مهمه، انا عايز الناس بس تركز معايا في حاجه، ده لقاء ابو سليم الاول، اخطر هجمتين وافضل هجمتين للزمالك كانوا من كرات ثابته، واحده اتبصت 3 مرات والثانيه اتبصت مره واحده. دي اخطر هجمتين في لقاء ابو سليم الاولاني، كورتين ثابتين. تعال بقى نشوف النهارده تقييم الهجمات الجيده للزمالك اللي هي الهجمات اللي بيتم اعتبارها جيده. هات الصوره اللي بعديها، انا عايز تفتكر الناس كانت بتفتكر ازاي البساط هنا. دي واحده سريعه كانت معموله من 6 نقلات بس، 6 نقلات و14 لمسه تمام، اللي هي انتهت لمصطفى شلبي، هتبقى معانا اللي شلبي كان في قلب الجون. خلي بالك برضو كانت اقصى حاجه هناك 3 نقلات، هنا برضو ده نمط نقل سريع. تعال اوريك نمط تاني نبص عليه، عدد الباصات كان كام النهارده في احد الهجمات المحترمه لنادي الزمالك. هات الصوره اللي بعديها، 24 باصه يا كريم، هجمه اتعملت من 24 باصه واتلمست 52 مره. دي احد الهجمات المهمه لنادي الزمالك. بص الناس تبص على عدد الباصات، هات الهجمات اللي بعديها، انا ببص عدد الباصات هنا، ده اللي هو التحسن اللي الزمالك عمله او عزناه في اللقاء الاسماعيلي لوجود عبد الله السعيد النهارده يوعز للانتشار الجيد جدا لعيبه الزمالك. دي 119 باصه، يعني هجمات الزمالك بدات تبقى اسلوب لعب جوميز واضح فيها، اللي هو انا اقدر احتفظ بالكوره معايا في رجلي، اقدر انقلها، اللعيبه بتتحرك لبعض من غير كوره بشكل جيد جدا. تحسن كبير في جزء منه يتعلق ان الاسماعيلي وابو سليم مع فرق الجوده لصالح الاسماعيلي سابوا الزمالك، سابوا الكوره للزمالك. ممكن لسه الزمالك ما دخلش خط وسطه في الاختبار بتاع انا هضغط عليك بكل قوه وانا عندي عناصر ممكن تكون افضل منك زي اللي هيتواجه في لقاء نهائي الكاس، لكن العمل اللي عمله جوزيه جوميز، ما احنا قلنا ان الزمالك كان جاي برده من مقاولات ضد ابو سليم، الزمالك ما كانش بيلعب ريال مدريد وبرشلونه وحاليا بيلعب ابو سليم، هو نفس المستوى اللي بنقيس عليه التحسن.